أنا نوري شريف وهذه هي مستشفى جلولا. أنت ما مجروح قبل أبد؟ لا الحمد لله وشك. ما مجروح؟ لا لا. أنت مو عراقي. بداية عملي كنت أعالج الحالات البسيطة مثل كسور وقوالب الكسور، ولكن بالفترة الأخيرة وخصوصاً بعد الاحتلال الأمريكي للعراق سنة 2003 تغير الوضع وحتى نوعية الجروح تغيرت، وهذا خلق لنا واقع جديد مجال عملنا الطبي. وهذه هي نقطة استراحتي اللي تعتبر بالنسبة لي واحة جميلة من عمري. حالياً أنا أعلى رقم من السطح وما أقدر أرفع رأسي لأن أكو خناص ليلي هنا يا راح بالمنطقة. وضع إنساني صعب حد ذاته بسبب التدهور الأمني والاشتباكات بين المسلحين وبين قوات الدشمركة. اطلعوا سريع سريع بالهواء ويا حيب ويا حيب. الله حملون حملون بعد ما ظل. رغم قبل كنا نسجل نوثق ضحايا الحروب، ضحية اللي جاي نوثق نفسنا عن هذا الشيء. طبعا قول للطيارات ما تقصف علينا. يا نور تقصف علينا.